اعتقد ان اكثر اثنين سعداء في مصر النهارده هو الفريق مهاب مميش والمهندس حسين صبور، مش لان احنا سجلنا ضمن الشركات الفائزه نهائي. انا من 6 سنين على الهواء في احدى القنوات المصريه اتكلمت في موضوعين اثاروا علي يعني النار كلها. كان سنة كام يا سمبي؟ كان سنة كام؟ قبل الثورة ب3 سنين، فاهم؟ هي من 6 سنين بالظبط. في احدى القنوات الفضائية المصرية، مش بتوع التلفزيون المصري اللي بيتكلموا بالعربي يعني. قلت ان مما انا متألم جدا منه كمصري اننا نحصل من قناة السويس حوالي 5 مليار دولار، وفي تصوري ان قناة السويس بيعبر منها، او في معلوماتي مش تصوري، بيعبر منها 10% من بضائع العالم واكثر من 20% من حاويات العالم. فكيف ما بناخدش غير 5 مليار؟ كيف ان الحاويه والبضائع كل ما نحصل عنها هو رسم عبور؟